أن بعض المصلين كما يسابق الإمام، قد ذكرنا هذا الخطأ سابقا، مسابقة الإمام، يتأخر بعده كثيرا وبخاصة في السجود. بعض الناس لا يرفع رأسه من السجود في حال القدوة حتى يكون الإمام قد عاد إلى السجود مرة أخرى، أو حتى يكون قد قرأ نصف التشهد الأول، ويظن هذا المصلي أنه يدعو أو يسبح أو يفعل عملا صالحا وهو يفعل عملا منكرا. هذا من مكروهات الصلاة. وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. هذه الفاء للترتيب والتعقيب، يعني ما دأتم ساعة وراء. وهذا أمر درجة أيضا. بعض الإخوة بسألوا: ليش عب طويل لبما ترفع رأسك؟ عب سبح، عب ادعي. يا أخي أنت خلف الإمام في صلاتك المستقلة، أطل ما شئت، افعل ما شئت، أما مع الإمام فأنت ملتزم به. هذه واحدة. الثانية، درج بين بعض الناس أيضا خطأ شائع، وهو بعد انتهائه من الصلاة، هذا أمر من جديد من سنوات قليلة صار يظهر، ترى يسجد سجدة بعد الصلاة. إذا أحد انتبه للناس أحيانا يفعلون هذا. إيش هذا أخي الكريم؟ أقول لك سجدة شكر. شكر على ماذا؟ بقول لك والله بعتولي بالنت رسالة بتقول هذا الكلام. وقد قلت مرارا وتكرارا: لا تأخذ من النت علما إلا إن كنت تعرف القائل وتعرف علمه وشيوخه و لا بتعرفه، لا بتعرف علمه، لا بتعرف شيوخه، هذا ليس علما. سجدة الشكر تكون حالا اندفاع بلاء عظيم أو مجيء خير عظيم، وليس في كل وقت، ولم تشرع في كل وقت. بعض هؤلاء أصلحهم الله يسجد بعد صلاة الفجر أيضا وبعد صلاة العصر، وهو وقت كراهة بالاتفاق. ماذا تفعل يا أخي؟ أقول لك بعتولي عن نت، هذه بكتبوا رسائل ويرسلونها. ألست تستيقظ صباحا؟ لست مريضا؟ ألست بعدد له 10 نعم. بقول إيه والله. أتعجز أن تشكر الله فتسجد له شكرا؟ لا، مالي بعجز، بسجد الرجل. طيب أنت لماذا تصلي إذن؟ أليس شكرا لله؟ المهم، فهذا كلام لا أصل له. بزيدوا عليها هداهم الله، بقول لك حتى لو لم تكن متوضئا، حتى لو لم تكن مستقبل القبلة، وهذا كلام من أبطل ما يكون، صفر على الشمال. فلا تعتادوا هذه العادة رحمكم الله. سأدخل الآن إن شاء الله فيما يسميه بعض أهل العلم بالصلوات الخاصة. كنا فيما مضى أكثر من 12 درسا تقريبا نتكلم عن جزئيات في الصلوات العامة. قال شلون يعني؟ ليش في صلوات خاصة؟ نعم، مثلا صلاة الجنازة، صلاة العيد، صلاة المسافر، صلاة الجمعة، صلاة التراويح، هذه اصطلح العلماء أن يسموها بالصلوات الخاصة. فسنذكر إن شاء الله بعض أخطاء هذه الصلوات، وهي أمور مهمة. جئت لأصلي صلاة الجنازة، مما يجري على ألسنة الناس أقول لك كتروا الصفوف يا شباب، كتروا الصفوف صلاة الجنازة، تسمعونها كثيرا، كتروا الصفوف، كتروا الصفوف. فترى صفا يقف فيه 5، وصفا يقف فيه 10، وصف بين المصلي والمصلي 3 أمتار، عادي، المهم كتر صفوف. هذا الكلام ليس صحيحا. قال هيك غلط تماما؟ لا، له تفصيل، ولكن في الظاهر ليس صحيحا. ورد في حديث صحيح أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث فقال: أو كان إذا أراد أن يصلي على جنازة فرأى الناس قلة جزأهم 3 صفوف. الصحابي هذا نسيت الآن اسمه، كما روى أصحاب السنن، يرى المصلين على صلاة الجنازة قلة فيجزئهم 3 صفوف ويقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه 3 صفوف من المسلمين فقد أوجب. قال إيش يعني أوجب؟ يعني بإذن الله تجب له الجنة من فضل الله عليه. تمام. طيب،
هذا متى يفعله هذا الصحابي؟ إذا وجد في الناس قلة. لأن معظمنا عم صلي على الجنازة وين؟ في المسجد، وفي المسجد ندر أن يكونوا أقل من 3 صفوف، بطلعوا 6 7 10 أي واحدة. فإذا هذا مقيد بقلة الصفوف، إذا قليلين ولو كانوا عدد قليل حينها نجزئ 3 صفوف. إذا فهمنا الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، صف صلاة الجنازة كصف الصلاة الاعتيادي، قال يعني مطلوب مساواة الصفوف وتراصها ومحاذاة المناكب وكل شيء. تدبوا صلاة الجنازة واحد واقف متر قدام وراء مخلخل، ما في شيء، طاول كأنه ليست صلاة. ماذا الذي تفعل يا رجل؟ هذه صلاة، صلاة لكن لا ركوع فيها ولا سجود، لا ركوع فيها ولا سجود، لكنها صلاة. فهذا خطأ شائع أيضا يجري بين بعض المصلين. الآن من أخطاء بعض الأئمة هداهم الله وهدانا جميعا، أنه تراه في صلاة الجنازة يسرع سرعة شديدة، لا تكبر تكبيرة الأولى إلا لحظات، يكبر الثانية. طيب مو أنت تقول لنا اقرأ الفاتحة، ما لحقنا نقرأ ربع الفاتحة، إيش عم تساوي؟ ليش العجلة؟ نحن الآن ندعو لهذا الرجل وسنوضع محله، نتمنى واحد يطول مشان يدعي لنا زيادة، مو والله بدنا نلحقه يحمل لك ثواني ما رح نطول. فترى بعض الأئمة هداهم الله ينصحون، يعني أحبابنا نصحوهم، أرى صليت عدد خلف عدد من الأئمة، ترى لعبجة لا تبدأ بالصلوات الإبراهيمية، اللهم صلي على محمد وآل محمد، يكون انتهى الرجل وإدى بالتكبيرة التي بعدها. إيش تفعل أنت؟ لماذا هذه العجلة؟ سبحان الله. فلذلك أيضا من أخطاء صلاة الجنازة شدة السرعة فيها، هذا أمر مكروه ينبغي التنبه له. هذا في صلاة الجنازة. صلاة أخرى من الصلوات الخاصة وبعض الأخطاء التي تقع فيها، صلاة المسافر، الصلاة في السفر، وأعني بها الصلوات الخمس. أكثر الناس يعرف أن هناك رخصة في السفر تسمى الجمع بين الصلوات، أظن أن أكثركم يعرف هذا، ومن لم يعرف نذكر له شيئا من هذه المعلومة. أجاز الإسلام الجمع بين الصلوات في السفر، والصلوات التي تجمع هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأما الفجر فلا جمع بينها وبين أي صلاة أخرى. قال الجمع كيف يكون؟ الجمع نوعان أحبابنا، جمع تقديم وجمع تأخير. فجمع التقديم أن أقدم العصر إلى وقت الظهر، اعتبر الآن هلا أدى الظهر، أقول أصلي الظهر والعصر جمعا، أقيم الصلاة أصلي فرض الظهر جمعا، الله أكبر، أفرغ منها أسلم، ثم أقول أصلي العصر جمعا، جمع تقديم مع الظهر، قدمت العصر إلى وقت الظهر، هذا اسمه جمع تقديم. متى يكون؟ في وقت الأولى، تمام. لأن جمع التأخير بالعكس، أؤخر الظهر إلى وقت العصر. لأن كنت في سفر في الطريق، تعرف أنه سائق الحافلة الباص ما رح يوقف وقت الظهر، إيش تفعل؟ إنوي التأخير، إنوي أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر. لا تعرفه سينزل وقت الظهر ثم بعد ذلك سيمضي قد لا يصل إلى المغرب، فماذا تفعل؟ تنوي تقديم العصر إلى وقت الظهر. طيب، إذا جمع التقديم وجمع التأخير رخصة. قال إيش يعني رخصة؟ يعني نوع من تفضل الله علينا والتيسير في ديننا، تمام. هل هو سنة مؤكدة أو واجب؟ لا. قال يعني إذا ما فعلته ما في مشكلة، بل بالعكس إن لم تكن محتاجا إليه فالأولى عدم فعله. ركز معي، إن لم تكن محتاجا إليه فالأولى عدم فعله. الآن وفق الله المسلمين، بيسافر للنزهة للتسلية،
بيتسلى بيطلع البحر، لا حرج إن لم يكن إثما، ما في مشكلة. خرج للنزهة، قاعد بالصبح للمساء، بس وقت الصلوات بهم بجمع الظهر والعصر المغرب والعشاء وكلهم طولوا معه 3 دقائق 3 دقائق و24 ساعة عالكم صدي. لا تزعل مني، لك اتق الله يا رجل. الرخصة، بعرف رخصة، رخصة اللي كانوا يركبون على البعير وفوقهم الشمس المحرقة. انت ايش فوقك؟ انا بعير راكب علي، وايش بيرك؟ بيرك على السرير ومقدم رجليك على البحر، الله يرزقك، هاي الرخصة. لا اقول ذلك لانها حرام، ها انتبه لكلامي، لكن اقول انت لست محتاجا. قال مرة، قال لي بعض الاخوة هداه الله، قال ألم يرد في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه؟ قلت بلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يصوم في السفر. الشو؟ يصوم وين؟ في السفر. فهمت شي؟ يعني المحتاج إلى الرخصة تفضل ساويها، الله متفضل عليه، بس ما لك محتاج إليها، ليش ساويها؟ وخصوصا كما قلنا أنت تتسلى. أكرر، لو أنت مثلا طالع والله بقضي شغل ومستعجل وعبلحق وعبطلع من دائرة لدائرة من مكان لمكان ومتضايق، لا حرج عليك. أما تذهب للتسلية، لماذا تأتي بها؟ لذلك يا أيها الأحبة، الجمع بين الصلوات في مذهب إمامنا أبي حنيفة غير موجود. إشبه؟ غير موجود أبدا. قال شلون هيك؟ الإمام أبو حنيفة يقول الجمع بين الصلوات جائز فقط في الحج في يوم عرفة، الظهر والعصر المغرب والعشاء، وباقي السنة لا جمع. قال مجا أحاديث، الإمام أبو حنيفة رفض هذه الأحاديث، لا ما رفضها، حملها على الجمع الصوري. قال ايش يعني؟ يعني قال إذا جد برسول الله السفر كما ورد في بعض الأحاديث، يعني إذا اشتد عليه تعب كثير كما قلنا، وعلى الجمال وفي الحر وبعضهم ماشين على رجلي، إذا اشتد أو جد به السفر جمع. هذه واحدة. قال كيف كان يجمع؟ هكذا فسر الإمام أبو حنيفة، قال يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، بس وقته، ويقدم الثانية إلى أول وقتها. هذا معنى الجمع عنده. كثير من الأحبة الكرام بقول لك أنا بقلد أبا حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة لا يقول بالجمع. أكرر عشان تعرف، إذا قلت بعض أخوة بجيب قول لي خيو أنا حنفي على راسي وعيني، عند أبي حنيفة ما في جمع، عشان تعرف الحكم تمام المسألة. إذن الجمع رخصة لم تكن بحاجة إليها، فالأولى عدم فعلها. تمام. أي سفر تقصر فيه الصلاة وتجمع؟ قال أهل العلم، جمهور أهل العلم، السفر الطويل. وقالوا في تقدير السفر الطويل هو ما كان 3 مراحل كما ورد في عدد من الأحاديث. قال إيش يعني مراحل؟ طبعا هذه المقادير ما بقيت في عصرنا، سأذكر المقدار الحديث بس مشان نسمع على الأقل، مثل ما بالأيام الزكاة منقول دينار ودرهم وقنطار وكذا، فهذه ما عادت موجودة، لكن لازم نذكرها لأننا يجب أن نفهم ما كان عليه الوضع في العصر النبوي. تمام. 3 مراحل وردت في العصر النبوي، قدر أهل العلم كل مرحلة تقريبا بحوالي 25 إلى 30 كيلومترا، فثلاث مراحل ما بين 80 إلى 90 كيلومتر. بناء عليها قالوا السفر الذي يكون دون هذه المسافة لا تقصر فيه الصلاة ولا تجمع، لا تقصر ولا تجمع. فمثلا أنا سافرت الآن إلى عندان، إلى كذا، إلى السفيرة، 30 كيلومتر 40 كيلومتر، لا قصر، لا قصر. القصر إذا كانت تلك المسافة كما قلت 3 مراحل ما بين 80 إلى 90 كيلومتر، اختلف أهل العلم في التقدير بالضبط، بعضهم ضبطها ب88 كيلومتر. تمام، لا حرج، ما بين 80 و90. طيب إذا كان أقل من هذا لا قصر ولا جمع عند جمهور أهل العلم.
عند جمهور أهل العلم. في يوم من الأيام وفي أي لحظة ممكن يحدث هذا مرة أخرى، قد تريد الذهاب إلى مسافة هي في الأصل 10 كيلومتر لكن لا تستطيع الوصول إليها إلا بأن تقطع 100 كيلومتر. تتذكروا ما جرى في حلب؟ دي يروح من حلب إلى حلب دي يدور دورة 150 كيلومتر. مثل هذا يقصر فيه الصلاة، هو ما تعمد هذا، يعني ما عم بتلاعب مشان يساوي المسافة هيك. في بعض الناس والعياذ بالله، والعياذ بالله، أمر والله عجيب سمعته بأذني، طبعا هداهم الله ليس من أهل السنة، يسألونه يقولون في رمضان أنا عم بشق علي الصيام. قال له ما في مشكلة، طلع سافر ورجع وافطار ورجع. الله أكبر، أتتلاعب بدين الله يا رجل؟ رجل لا حاجة له بالسفر تقول له روح سافر عشان تفطر ورجع، عم تلعب مع الله تعالى؟ أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله أن يصل الإنسان بهذا الشأن إلى الاستهتار في دين الله، أعوذ بالله من ذلك. الآن قلنا هذه المسافة ليست بيدنا، قهرنا على أن تجعل 150 وهي في الأصل 10 مثلا، وهي في الأصل 10، فلا حرج في هذا، تقصر فيه الصلاة وتجمع فيه الصلاة. الآن في السفر أيضا هناك رخص أخرى، وهناك ما يتعلق بمدة السفر. مثلا أنا أريد أن أسافر 15 يوما أو أقل أو أكثر، فأي مسافة تقصر فيها الصلاة وتجمع، وهل لذلك حد؟ سنأتي على ذلك قادما إن شاء الله، نفعنا الله بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.